تأزم الخلافات داخل قيادة حركة أحرار الشام بعد إعلان صوفان قيادته للحركة. صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية تقول أن التنافس الروسي التركي في الشمال السوري بات أكثر سخونة. وكالة الأناضول تتحدث عن فشل المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي. نشرة أخبار المنتصف من حلب اليوم، أهلا بكم. رد جابر علي باشا قائد حركة أحرار الشام الحالي بكلمة مصورة على بيان القائد السابق في الحركة حسن صوفان الذي أعلن فيه توليه للقيادة. ما بين اليوم والآخر يتعمق الخلاف بين طرفان النزاع داخل حركة أحرار الشام، صراعات يقول بعض الناشطين والمفكرين إن هيئة تحرير الشام من يغذيها لمصالحها وتمنع الاتفاق والتوصل إلى أي حل، اتهامات تنكرها الهيئة. لم تنقضي بعد مهلة المبادرة التي أطلقتها حملة إرمي معهم بسهم التي دعت الطرفين إلى تحكيم العقل وتشكيل لجنة شرعية يرتضيها الطرفان ويقبلان بحكمها، مبادرة أعلن قبوله بها قائد الحركة جابر علي باشا. قبل انقضاء مهلة الحملة أصدر حسن صوفان قائد حركة أحرار الشام السابق بيانا أعلن فيه توليه القيادة، فيما يبدو رفضه لمبادرة حملة إرمي معهم بسهم وكل الدعوات المطالبة بحل الخلاف. حسن صوفان وفي بيانه الذي نشره على قناته الرسمية في تيليجرام أعلن قبوله تفويض الجناح العسكري لقيادة الحركة، مضيفا أن المحاولات العديدة للصلح التي تخللها العديد من التنازلات حرصا على لم شمل الحركة قد باءت بالفشل. كلام حسن صوفان في بيانه رد عليه قائد الحركة الحالي جابر علي باشا بمقطع مصور. نرفض ونستهدن محاولات الانقلاب المتكررة غير الشرعية التي قام وما يزال يقوم بها حسن صوفان بتأييد من بعض الشخصيات في داخل الحركة وخارجها، وهو الذي طعن الحركة عدة طعنات، وهو الذي أخرجته الحركة من السجن، وهو واجبها تجاه كل المعتقلين، بل وحسنت الظن به فتسلم قيادة الحركة حينها إلى أن تم عزله بسبب أخطائه واستبداده بالعمل. حديث علي باشا كان يحمل في كلماته رفض كل ما يقوم به حسن صوفان ويحمله مسؤولية ما يجري وعدم القبول بأي مبادرة لحل الخلاف. ونؤكد أن كل إعلان عن تشكيل قيادة جديدة للحركة هو خطوة كاذبة وتجاوز للحقيقة، فكوادر الحركة وقياداتها ونخبها من المقاتلين ممن أذاقوا العدو الويلات كلهم على قلب رجل واحد، ملتفون خلف قيادتهم الشرعية، ثابتون على هذا الطريق بإذن الله. وتيرة الخلاف داخل الحركة تمشي بشكل متصاعد، هذا ما تظهره الأحداث التي بدأت منتصف الشهر الماضي عندما عين الجناح العسكري حسن صوفان قائدا للحركة في انقلاب واضح على قيادة الحركة الحالية المتمثلة بجابر علي باشا. وينضم إلينا السيد عباس شريف باحث في شؤون الجماعات الإسلامية من اسطنبول، أهلا وسهلا بك سيد عباس. بداية، بعد إعلان صوفان نفسه قائدا للحركة والرد من قبل قائدها الحالي، إلى أين تتجه الأمور داخل الحركة؟ بداية تحياتي لك وللإخوة المستمعين المشاهدين. تحية لك. الحقيقة أن الأمور متجهة إلى مسار إشغالي تكتيكي اللي هو قضية المحاكمات الشرعية وقضية المصالحة والمفاوضات، وهناك أمور تجري على الأرض. يعني صوفان يستغل الآن الظرف وأعلن نفسه قائدا على حركة أحرار الشام، وحتى قبوله بلجنة التحكيم ولجنة المصالحة كان شروط بأنه هذا لا يؤثر على الإجراءات التي ستؤخذ على الأرض. يعني هو ماشي في مشروعه متجها إلى تحقيق هذا المشروع.
واعتبر انه اللجنه منحازه واتهمها بالانحياز يعني سلفا، واعتبر انه كثير من الشرعيين او المشايخ الموجودين فيها هم يعني منحازين وبالطرف الاخر، واعتبر انه الحركه يعني هي قياده الحركه تريد ان تكسب مزيد من الوقت من خلال طرح مبادره التحاكم ثم قبل بالنهايه، لكن على شرط ان تبحث المشكله مع تقنيين ومتخصصين وتدرس القضيه من كل الزوايا، مما يعني انه هو يريد لجنه تقنيه متخصصه وليس لجنه شرعيه. وهذا يعني رمي للكره مجددا في ملعب القياده. طبعا القياده ممثله بالشيخ جابر علي باشا رفضت كل هذه الاجراءات واعلنت انه الحركه التي قام بها في الحسن صوفان هو مجرد عمل انقلابي ليس له واقع على الارض. لا، ما يحكم القضيه على الارض هو ولاء الجنود وولاء القطاعات والالويه والمجاميع العسكريه، وحتى الان هي اغلبها مواليه لقياده الشيخ جابر علي باشا، يعني نسبه قليله جدا لا تذكر هي مع الشيخ حسن صوفان. المعادله محكومه على الارض ومحكومه ايضا بتدخلات تحرير الشام. تمام. لا تدخل تحرير الشام على الخط وتفرض أمر الواقع وتشن حرب على الحركة لفرض قيادة حسن صوفان، وهذا له يعني تمام. السيد عباس تؤدي إلى انسحاب الحركة من منطقة إدلب إلى عفرين وعدم الخضوع لقيادة جلالة. نعم السيد عباس، بما أنك تحدثت عن تدخلات هيئة تحرير الشام، البعض يرى أن ما يجري برمته داخل الحركة هو خلاف فكري بين السلفية الجهادية ممثلة بحسن صوفان وتياره وبين التيار الثوري أو التيار المحافظ أو المعتدل داخل الحركة، ما مدى دقة هذا الكلام؟ لا أعتقد أن الخلاف هو خلاف إيديولوجي. خلاف حسن صوفان هو كان قائد لحركة أحرار الشام وهو قاتل الجولاني في مرحلة من المراحل، وقاد حملة ضده مع القائد العسكري أبو المنذر اللي يقود الآن عملية الانقلاب. لا أعتقد أن هناك خلافا إيديولوجيا، وإنما هو خلاف على طريقة الإدارة، خلاف بالمشروع السياسي. يعني من شهور أو من شهر حسن صوفان نزل على قناته التليجرام مبادرة يقول أنه يجب أن تنتهي المناكفات الداخلية ونحول المجلس العسكري بما معناه إلى مجلس قيادة. يعني هو يريد أن يحول العلاقة مع تحرير الشام من مجرد علاقة تنسيق ضمن المجلس العسكري وظرفة العمليات إلى أن يكون مشروع اندماج تنبثق عنه هيئة سياسية. فحسن صوفان جاي بمشروع متكامل له رؤية في الاندماج وتوحيد الفصائل، وهو قال أن التمثيل يكون وصلت بنسبة الفكرة. تأثير كل فصيل، بمعنى أن التأثير الأكبر هو لتحرير الشام، بمعنى أن تسليم الحركة نهائيا للجولاني. نعم أشكرك جزيل الشكر سيد عباس شريفة باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، حدثتنا من إسطنبول، شكرا لك. قالت وزارة الدفاع التركية عبر بيان إن تركيا ستبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، مضيفة أن التنسيق مستمر مع الجانب الروسي لحماية الاتفاق. بين شد وجذب وضربة على الحافر وأخرى على النافر تسير العلاقات التركية الروسية في المنطقة وسط خلافات في عدة ملفات شائكة أبرزها ملف سوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر تركية أن الاتصالات مستمرة بين الطرفين للتأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب رغم التصعيد الأخير من النظام وروسيا على المنطقة. الصحيفة أضافت أن أنقرة تعزز نقاطها بشكل متواصل رغم انسحابها من نقطة موريك بهدف منع أي أحداث جديدة من شأنها التسبب بموجة نزوح، مع العمل على ضمان أمن حدودها، أمر عززته وزارة الخارجية التركية التي أكدت أن أنقرة ستبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار وحماية الاستقرار في المنطقة وتمكين عودة السوريين إلى ديارهم. الحرب من جنوبك صدرت
خلاف أو اختلاف المصالح بين تركيا وروسيا كانت قد ترجمته موسكو بقصفها لمعسكر تابع لفيلق الشام المدعوم تركيا، ما تسبب بمقتل العشرات. وفي هذا الخصوص اعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن بوتين قد سحب موافقته على الوجود العسكري التركي شمال سوريا. دوريات مشتركة. الصحيفة رأت أن التنافس بين تركيا وروسيا شمالي سوريا بات خطراً أكثر سخونة وفق وصفها، معتبرة أنه من الصعب تنسيق مصالح أنقرة مع مصالح روسيا في ظل تواجدهما على طرفي نقيض في سوريا وليبيا وأذربيجان. مصالح لا يبدو أن تركيا يمكن أن تتخلى عنها بسهولة، كونها تعتبر حدودها أمناً قومياً، وخصوصاً تلك المحاذية لمناطق اليبجي المصنفة إرهابياً لدى أنقرة. فهل ستستمر سياسة الحافر والنافر أم إنها ستتعداها لمواجهة مباشرة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول السيد طه عودة أوغلو، خبير بالشأن التركي. أهلا وسهلا بك سيد طه. بداية، كيف ترى العلاقات الروسية التركية الآن، وخاصة فيما يتعلق بالملف السوري على وجه التحديد؟ بداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين. من دون شك لاحظنا في الفترة الأخيرة كما ذكر في تقريركم حالة من المد والجسر في العلاقات التركية الروسية. هناك في حال تعثرت في بعض المناطق يكون التصعيد وبشكل أكبر على الساحة السورية كما تعودنا خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن يبدو من خلال التحركات الأخيرة في قبل روسيا، وهذا ما أكدت له أو أنقر بشكل واضح أنها كانت تريد قدر الإمكان الحفاظ على التهدئة في إدلب من خلال سحب بعض النقاط من مورينج من أجل هي منع تصعيد كبير من قبل ميليشيات النظام ومن قبل أيضا روسيا، التي تعتبر يعني أنه هي إلى حتى هذه اللحظة أنه الخلافات ما زالت مستمرة. سيطاها يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، نعتذر من السادة المشاهدين. شكرا لك سيد طه عودة أوغلو، خبير بالشأن التركي، كنت معنا من إسطنبول. أطلقت جمعية قطر الخيرية مشروع حق الشام لتأمين مادة الخبز بشكل مجاني وتقديمه على المحتاجين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، لا سيما أن سعر الخبز بات يفوق قدرة الكثير من الأهالي على شرائه. ما تزال المشكلة قائمة. غلاء أسعار الخبز في الشمال السوري يثقل كاهل المدنيين، مع عجز الكثير منهم عن تأمين قوت أطفالهم، مما دفع بعض المنظمات الإنسانية إلى التدخل وإطلاق مشاريع لتوزيع الخبز بالمجان في مدينة جرابلس ضمن معايير محددة وضعتها المنظمة الداعمة. نحن كمواطنين مهاجرين نشكر منظمة إحسان على هذا المشروع القيم الذي أتت به وأفاد جميع المواطنين من قاطنين ومن مهجرين ونازحين، ونود منهم أن يستمر هذا المشروع. حق الشام هو اسم مشروع عملت على تنفيذه مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية بدعم من مؤسسة قطر الخيرية، والذي استهدفت من خلاله المؤسسة أكثر من 4000 مستفيد بشكل يومي، ليصل عدد أكياس الخبز الموزعة إلى أكثر من 5000. معايير الاستحقاق هي الأسر الأشد فقراً في الداخل السوري، والأسر التي يقودها الطفل أو تقودها امرأة. طبعاً مشروع حيوي له أثر ناجح وكبير. الأهالي طالبوا بمواصلة مثل هذه المشاريع كونها تخفف من معاناتهم المستمرة التي طالت مع غياب دور الرقابة على الأفران الخاصة، والتي أصبحت تبيع مادة الخبز بسعر وصل إلى 600 ليرة سورية للربطة الواحدة. مشاريع تخفف من معاناة سكان الشمال السوري في تأمين مادة الخبز التي وصل ثمنها إلى سعر مرتفع جدا، والذي يعجز عنه الكثير من سكان المنطقة. بدر كشك، قناة حلب اليوم، مدينة جرابلس.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مع اقتراب فصل الشتاء ارتفاع ملحوظ بأسعار حطب التدفئة في المناطق المحررة. أهلا بكم. أفادت وكالة الأناضول التركية بفشل المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي الواجهة السياسية لقوات يبغ التابعة لقسد، وذلك بسبب عدم تنفيذ القوات تفاهمات بإخراج عناصرها القادمين من جبال قنديل من مناطق سيطرتها شرق سوريا. وقبل نحو 8 أشهر بدأت المفاوضات بين وفد من المجلس الوطني الكردي وما يعرف بأحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي تأسست قبل المفاوضات، ويشكل حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته يبغ أبرز المكونات فيه، حيث عقدت العديد من جلسات التفاوض بينهما في مناطق سيطرة قسد شرقي سوريا برعاية وضغط أمريكي. وللحديث أكثر عن هذه المفاوضات ينضم إلينا السيد عبدالله كدو ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف من إسطنبول. أهلا وسهلا بك سيد عبدالله. بداية، إلى أين وصلت المفاوضات بين المجلس وأحزاب الوحدة؟ تحياتي. تحية لك. الحقيقة الحوارات بين المجلس الوطني الكردي والاتحاد الديمقراطي يعني بدأت منذ نيسان الماضي. طبعا كما تعرفون كان للأمريكان والفرنسيين الدور الكبير في تشجيع هذه الحوارات، حيث بصراحة المجلس الوطني الكردي لم يكن متشجعا لإجراء هذه الحوارات، حيث الإحباط من الاتفاقات الثلاث التي أبرمت 2012 و2014 بين المجلس وبين الاتحاد الديمقراطي بي اد اي، ولكن تم يعني عقد أكثر من لقاء تحت إشراف الأمريكي. إلا أن العقبة الأساسية يعني باختصار ظلت في عدم التجاوب لمطالب المجلس الوطني الكردي والمتمثلة بالكشف عن مصير المعتقلين يعني من الكوادر السياسيين من حاضنة المجلس الوطني الكردي في معتقلات الإدارة الذاتية وبي دي، إضافة إلى عدم قبول أي تعديل في وضع التعليم، حيث تم فرض التعليم باللغة الكردية وفق مناهج يعني ضعيفة وعلى يد كوادر غير متخصصة، وبالتالي الحصول على شهادات غير معترف بها لا من قبل المنظمات الدولية ولا المؤسسات وإلى غير ذلك، وبالتالي نحن أمام جيل كامل. نعم. من طيب سيد عبد الله، هل نستطيع القول أن المفاوضات فشلت بشكل نهائي وكامل؟ لا، حسب ما معلوماتي بأن المفاوضات توقفت، والسبب الرئيسي لتوقف المفاوضات هو يعني عدم وجود حاليا الراعي الأمريكي الذي حاليا انتقل يعني من سوريا خارج سوريا، إضافة إنه طبعا السبب الرئيسي الآخر هو كان يعني عدم ظهور أو إظهار الانفكاك عن حزب العمال الكردستاني بشكل واضح، حيث تعرفون أن المجلس الوطني الكردي حريص جدا على أمن وسلامة المنطقة بمكوناتها من الكرد وشركائهم، والمنطقة تتعرض لتهديدات تركية بالدخول، حيث
الدولة التركية تتهم بأن هناك عناصر من العمال الكردستاني وحتى من المواطنين الأتراك المطلوبين لدى العدالة. وبالتالي المجلس الوطني الكردي اشترط إخراج كل ما هو ولم يكن هناك تجاوب من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي. نعم. أشكرك جزيل الشكر. نعم. السيد عبد الله كدو ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف كنت معنا من اسطنبول. قال عضو هيئة التفاوض السورية إبراهيم الجباوي إن قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم روسيا أحمد العودة زار العاصمة الأردنية عمان برفقة وفد روسي بحسب ما نقلت صحيفة العربي الجديدة. وبحسب الجباوي فإن هدف الزيارة هو التنسيق من أجل إخراج الميليشيات الإيرانية من المنطقة وفتح معبر جابر نصيب الحدودي. وأضاف أن الزيارة جاءت بعد فشل القوات الروسية في إبعاد الميليشيات الإيرانية من المناطق الواقعة قرب الحدود الأردنية. قدرت صحيفة قاسيون الموالية قيمة ما تم استيراده في مناطق سيطرة نظام من هواتف محمولة خلال العام الفائت بما يعادل القمح والسكر. وقالت الصحيفة أن النظام استورد أجهزة ومعدات إلكترونية خلال العام الماضي بقيمة 259 مليون دولار، منها 241 مليون دولار للموبايلات التي تم استيرادها من الإمارات العربية المتحدة. وهذا المبلغ يعادل قيمة مستوردات سوريا من القمح والسكر معا في نفس العام، مستندة في تقريرها على مركز بيانات مركز التجارة الدولي. ارتفعت أسعار حطب التدفئة لأرقام قياسية لم يسبق أن شهدتها المناطق المحررة، وشكلت عبئا كبيرا على المدنيين وبشكل خاص على سكان المخيمات. مع اقتراب فصل الشتاء بدأ تحضير وسائل التدفئة من حطب ومدافئ. الحطب يسجل أعلى سعر بعد تجاوزه 130 دولار للطن الواحد، تكلفة يصعب تأمينها على معظم سكان المناطق المحررة الذين سيبقى معظمهم دون التدفئة بسبب الغلاء الفاحش في أسعار وسائل التدفئة بشكل عام. عم تجي أنواع سيئة غير قابل للاشتعال جدا وغالية بنفس الوقت غالية، عرفت شلون؟ عم يجي حطب أخضر مثل هذا الحطب اللي شايفينه على الكاميرا الحور، عرفت علي شلون؟ الحور أخضر وغير قابل للاشتعال، فالمواطن عم يتعذب كثير، عرفت شلون؟ بدي يحاول يشغله بالبالة، بدي يحاول يشغله بالمازوت، يحاول يشغله بالقفاص البلاستيكية، وبنفس الوقت غالي يا أخي، عرفت علي شلون؟ يعني 100 دولار اليوم تسوي له 230 ألف. سكان المخيمات أكثر من يفتقد الدفء، فالخيم يصعب منع ماء المطر من دخولها فضلا عن تدفئتها وعزلها، خاصة تلك الأنواع التي لا تناسب فصل الشتاء كخيمة السفينة التي لا تحجب البرد ولا الماء. ضعف وانعدام الدخل المادي يحول دون قدرة النازحين على تأمين البدائل. هاي السفينة نار وضعها مو كويس بالمرة، مو بس خيمتي، خيم المخيمات كلها، بالمخيمات كلها ما خرج لا صيف ولا شتاء، بالشتاء بتندي مي وما بتدفي، والحطب نار، بالنار الحطب الطون ب100 دولار وفوق، ما في إمكانية، بدنا نروح ندبر نايلو من هون حطبات من الأراضي هاي لنجيب. بكرة جايتنا شتوي وشتوي قاسي والله. الوقود والمدافئ وكل ما يتعلق بالتدفئة يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، يقابله ضعف في الدخل المادي لدى معظم سكان المناطق المحررة في ظل نقص فرص العمل. بعض المنظمات الإنسانية تقدم وسائل التدفئة للنازحين، لكن الأعداد الكبيرة للمخيمات قد تفوق قدرة المنظمات. غلاء الوقود وارتفاع أسعار حطب التدفئة السبب الرئيسي الذي قد يمنع آلاف السوريين من الحصول على بعض الدفء الآن مع دخول فصل الشتاء خاصة في المخيمات. خلف جمعة، حلب، اليوم، ريفو أدلب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. إلى اللقاء.